أين نحن؟ أوه، هل يمكنني أن أكون الأولى؟ ما هذا؟ صراصير، يا له من كابوس، هم فظيعون. هيا، وماذا لدي؟ مثير للأعجاب، ما هذا؟ هناك شيء في الداخل؟ انقري هنا. بالضبط، دعونا نرش. وكيف تعمل؟ واو، هذا لطيف. أريد أن أتذوقها. أوه، كم هذا حامض؟ أوه، إنه حامض جداً ولذيذ. أنا أريد أكثر. أوه، حامض ولذا؟ هذا يبدو مضحكاً. هل يمكنني التجريب أيضاً؟ ماذا؟ لا، إنه لي. ماذا؟ هل انتهى بالفعل؟ تستحق ذلك؟ يا له من يوم جميل للآيس كريم، لذيذ. ما هذا؟ قنبلة يدوية! ساعدوني، أنقذوني! ماذا؟ لم تنفجر؟ الآيس كريم، لا! كله بسبب هذه! خذي هذا، لقد أفسدت الآيس كريم خاصتي! دورك! ماذا؟ الصراصير؟ لا! هم مقرفون جداً! لا، إنهم لذيذون! حقاً شهي! هل أعجبك؟ نعم جداً! أين الصراصير؟ مستحيل، إنه في فمي! هذا كابوس! أبعدوه، أنزلوه! تستحقي ذلك! لن أكل البقية! لا، ستفعلي! هذا مقرف، ماذا أفعل؟ لدي فكرة، دعينا نضيف بعض السحر! شاهدي بانتباه، واحد اثنان ثلاثة، واختفوا! هذا أفضل آيس كريم! ما هذا الآن؟ لماذا يفعلون هذا باستمرار؟ كيف استطعتِ؟ أوه لا، الآيس كريم! إنه تالف مرة أخرى! ماذا علي أن أفعل؟ كل هذا بسببكم! وهذا كل شيء! أنتِ أفسدتِ الآيس كريم مرتين! ماذا؟ خذي هذا لتعرفين كيف ترمي الأشياء! تستحقي ذلك! الآن دوري! ماذا لدي؟ واو، إنه مرحاض صغير! كم هو لطيف! ماذا يخفي هنا؟ المسحوق الذي يجب أن أغمس المصاصة فيه! أتساءل كيف طعمه؟ أريد أن أجرب! أغمسه هكذا! مثالي! رائع، كم هو لذيذ! فيتا، يمكنك أن تحسدينني! أريد واحدة أخرى! أريد الكثير من الحلوى! سأغمس المصاصة الثانية في المرحاض! نعم، مثالية، لا يمكن تخيل أفضل! فقط لا يمكنني التوقف! وأنتِ هيا، افتحي خاصتكِ! لا مشكلة، لدي لذاذة أيضاً، لطيف! أنا سعيدة لأكلها! أحتاج أولاً إلى سكب مربى البرتقال! وعندها فقط سأضيف الجيل الخاص لهم! فقط انظري كم هو رائع! واو، جيد! والآن أهم شيء، أملأ الحلوى بالهلام بحيث يستحيل إزالتها! كم أريد أن أجربها! إنه حامض جداً! لكن الطعم لا يصدق! أريد أن أكلهم جميعهم! اسمعي، ربما يمكنك مشاركتي! لما لا؟ أحضري مصاصتك إلى هنا، سأقوم بتغميسها بالجل! بالطبع! يجب أن يكون طعمها مثالي! واو، لطيف جداً، شكراً لك! وهذا لك! رائع، أريد أن أجرب مربى البرتقال أيضاً! أحسن صنعاً! كم هو شهي! شهي جداً فعلاً! انظري، لساني أزرق الآن! أوه، وأنا أيضاً! جميل جداً! الآن أنا أولاً! ماذا لدينا هنا؟ ألعاب تركيب! إنها فقط قطع ليجو! ما المميز بهم؟ لا يمكن أكلهم حتى! ما هذه الرائحة؟ إنها شوكولاتة! لذيذ جداً! هذا مثالي! لدي الكثير من القطع! وماذا لو كنت أستطيع بناء شيء منهم؟ نعم، سأبني منهم أجمل قلعة! بالتأكيد لم تر قط مثلها! قلعتي المثالية جاهزة! ستعيش فيها أفضل ملكة! ربما ستشاركيني؟ ممنوع، افتحي خاصتكِ! حسناً حسناً! ما هذا؟ يبدو جميل، أريد أن أجربه حالاً! لا يفتح! نعم، ليس لديك قوة كافية!
ليس كافية؟ إنها كافية، سأثبت لك. أوبس، بلغت في الأمر. أوه مسكينة، نثرت كل شيء. لكنني فتحته، والآن سأريك أنني أستطيع أن أفعل شيئاً أيضاً. سأضعهم هكذا، وها هو برجي. ليس سيئاً. والآن كل شيء سيدخل إلى فمي. واو، لذيذ جداً. وحدة جداً، أنقذوني، أنا أحترق. لماذا أنت مشتعلة؟ أوه، كان مع الفلفل الحار. كان يجب أن تقرأي ما هو مكتوب. لا أستطيع الاحتمال أكثر. قلعتي، ماذا تفعلي؟ قفي، إنها تذوب. كيف سأطفئك؟ فكرة، آمل أن تساعدنا هذه في إخماد النيران. توقفي، لا أحترق بعد الآن. أوه، لقد انتهى الأمر. لكن قلعتي، كل ما تبقى منها بركة فقط. كانت جميلة جداً، كيف يمكنك حرقها؟ رغوة، هذا لطيف، أنا مغطاة بالرغوة. معاً هذه المرة. واو، كم هذا جميل. وأنا لدي شيء مثل الحلزون، يبدو رائع. أنت أولاً. بكل سرور. هذا أحمر شفاه، حلو. سأتأكد من وضعه على شفتي. هكذا مذهل. تبدين رائعة. شكرا لك. وما هذا؟ حلويات، أريد أن أسكبهم على الطبق. انظري كم هم جميلون، أنا فعلا أحبهم. والآن أهم لحظة، القبلة اللذيذة. لدي حلوى في كل أنحاء شفتي، انظري كم هذا رائع. والآن أنا بحاجة إلى لعق كل شيء وتذوقه. مدهش تماما. الآن أنت. نعم دوري. انظري، لدي عيون مضحكة مع العصي. هل تليق بي؟ نعم مثالية. لدي أيضا حلويات، سأسكبهم على الطبق. هم حقا ممتعين. جاهز، الخطوة التالية هي العيون. أغمسهم بهذه الحلويات وسيصبحون ألاذ. فقط مثالي. لذيذ. من الجيد أن يكون لدي عين أخرى، سوف أكلها أيضا. هذا فعلا لذيذ، أود أن أجرب. وداخل هذه العصي شيء لا يصدق. أحسدك كثيرا، هذا فاتح للشهية. بقيت عصا واحدة فقط. فيتا، ماذا حدث لك؟ لماذا أنت حزينة؟ ماذا علي أن أفعل؟ هل تريديني أن أطعمك؟ ماذا لي؟ شكرا جزيلا. على الرحب والسعة. كيف هي لذيذة؟ نعم، فقط مذهلة. هل هذه وجبتنا الأولى؟ رائع. واو، كعكة، كم هي ضخمة. أريد قضمها الآن، لا أستطيع المقاومة. لنجرب حالا. لا تتعجلي يا جولي، دعينا نلقي نظرة على البطاقات. أليكس على حق، لنبدأ معهم. رائع، أستطيع أن ألعق الكعكة. وأنا سأقدم قدمة. يبدو أنني لا أستطيع فعل أي شيء، اللعنة. لن أتحمل ذلك، سأجرب على الأقل كريمة. لذيذ. هذا مخالف للقواعد يا جولي، لا يمكنك أن تفعلي هذا. لا تجري على فعلها مرة أخرى، فلن يكون لدي شيء لألعقه. ممتاز، لذيذا حقا، أنا أريد أكثر وأكثر. توقف أليكس، إنه دوري الآن. ميلا على حق، يكفي اليوم. أوه، لطخت أنفي، هذا أفضل، سأكله. أنا لا أعرف عنك، لكنني بالتأكيد سأكل كل شيء. أوه، كم هو لذيذ، لا يمكن إيقافي. لا أستطيع أن أتحمل مشاهدة هذا، أنا بحاجة للتدخل قبل أن تأكل الكعكة بأكملها. أعطنا من فضلك. بالطبع لا. أوه حسنا، إذا خذي هذا ميلا. دعني يا أليكس. لديك كريمة على وجهك. لا شيء مضحك، الآن ستحصل على جزء كبير من هذه الحلوى إذا كنت تريد. لقد أصبت جولي في عينها، مضحك. كيف تسمحي لنفسك يا ميلا؟ أنت من طلب ذلك. فلنكمل، لدينا طبق جديد.
هذه المرة أنا سأفتح أولاً. لا أصدق عيني، إنه صبار. يبدو رائعاً. أخشى أنه شائك للغاية. أوه نعم، إنه مؤلم. لا حاجة للمس الصبار بيديك، من الجيد أن لدي ضمادة، دعينا نضعها على إصبعك. هيا، شكرا جزيلا، ماذا كنت لأفعل بدونك يا أليكس؟ حسنا هذا أفضل، الآن خذ البطاقة، دعونا نرى ماذا هناك، لن أضطر إلى لمس الصبار. لا ليس هذا، لابد لي من لعقة، وأنا سأخذه. سأكون سعيدا لمشاهدتكم. ابدأي ميلا. لا أنت الأفضل، أنا مستعدة لأعطائك الدور. وأنا كذلك، هيا. هذا يكفي، رأسي على وشك الانقسام. العبوا وقرروا بعادل من سيبدأ. إنها ليست فكرة سيئة، لنجرب جوري. رائع، أنا ربحت، أنت تبدأين. أليكس لماذا اقترحت هذه؟ كنا سنحلها بدونك. كم هذا مؤلم، خدشت لساني، انظر هناك أوبر. يا له من كابوس. لقد خدعتكم للتو وأنتم صدقتم. ليس مضحكا جولي، العقي مرة أخرى. لا ليس هذا، انتظروا لحظة، لدي فكرة، أحتاج إلى حلق صبار وبعد ذلك سيكون غير ضار تماما. يبدو أن هذا الوضع ضعيف للغاية، سأشغل وضع التوربو. روعة، يعجبني، أنا متأكدة أنني أستطيع التعامل مع الأوبر، لنبدأ. يا رفاق انظروا إنه يعمل، أحب ذلك. يكفي، كل الأوبر تطير نحونا. إنه جاهز، ماذا كنت تقول؟ أوبس، هذا محرج. بالتأكيد، هيا العقي الصبار بالفعل. حسناً حسناً، لا تقلق، أصبح من السهل إكمال المهمة. انتهيت، لقد جاء دوري الآن، أحتاج إلى القيام بذلك بسرعة لكي أنسى هذا الحلم السيء. أوه مقرف جداً، لا أحبه على الإطلاق. كم هو مضحك مشاهدتكم. ميلا ماذا تفعلين؟ آسفة أليكس، لم أستطع المقاومة. فليكن لك درج. ها هو طبقنا الجديد، سأفتحه. هذه مصاصة ضخمة، روعة. واو كم هي كبيرة. آمل أن أتمكن من لعقها على الأقل، دعونا نمزج البطاقات بشكل صحيح حتى يكون كل شيء عادل. ممتاز، يمكنني أكل المصاصة. وأنا لن أجربها حتى. هاي، أستطيع لعق المصاصة. ليس عادلا. توقفي عن الغضب، لن يساعدك، تقرر كل شيء بالفعل. آسفة أليكس، لكنني سأبدأ. فليكن، ابدأي. لماذا رميتيني بالغلاف؟ أنا فقط لم ألاحظ. جولي لا تستطيع تناول قضمة من الكراميل، ماذا تفعلي؟ يبدو أنها أصيبت بالجنون. ما زالت غير قادرة على كسر المصاصة. سترون الآن، سأخذ مطرقة ثقيلة. فكري مرة أخرى جولي، أتوسل إليك. مستحيل، تحطمت المطرقة. لقد فشلت خطتك تماما، أعطيني المصاصة، أنا أعرف كيف أتعامل معها. أستطيع لعقها أيضا. حسنا، يبدو أنه سيطول، لا أعرف ماذا أفعل بنفسي، ربما سأضع المناكير. جاهز، ماذا بعد؟ سأخذ قيلولة. لا أليكس، دعنا نسرع العملية. ميلا أعيدي لي المصاصة الآن. تفضل، لم أخذها منك، أردت فقط مساعدتك. يا له من مثقب، رائع، الآن سوف أتناول الكراميل بشكل أسرع. روعة، إنها تتقلص، بقي القليل. هذا يكفي، أعطني المصاصة، كم هي صغيرة الآن. كوني شاكرة لأنه بقي القليل فقط. شكرا أليكس، ما هذا؟ هناك شيء غير الكراميل. عرفت، إنها علكة، روعة. حسناً، جولي لا تنفقي هذه الفقاعات ضخمة. لا، لقد انفجرت الفقاعة. أليكس كنت على حق.
جوليا علقة في علكتها. ألا تشمون شيء رائحته فاسدة؟ أعتقد أن الرائحة الكريهة تأتي من تحت الغطاء. مقرف جولي، أنت محقة، أخشى أن أتخيل ما هناك. لماذا فتحت الغطاء؟ نحن نختنق الآن. لا يزال على أحدنا تجربة هذه السمكة، من الأفضل أن نبدأ. لا، لابد من لعقها. ولا بد لي من قضمها. لا شيء، أنا سعيدة بنفسي. هاي، رأسي. في رأيي لا يوجد سبب للمتعة يا ميلا. إذا كنت بهذا التوتر يا أليكس، دعني أبدأ. لن أقترب من هذه السمكة. هل غيرت رأيك بشأن لعقها؟ لن تنجحي. حسناً حسناً، علي أن أفعل كل شيء وفق القواعد. لا، لقد غيرت رأيي، أفضل عدم لعق السمكة. لماذا؟ لأنني خائفة. لكنني لست جبانة، سأجرب مرة أخرى. أليكس، دعني أذهب. أنا فقط أساعدك على إكمال المهمة. لم أطلب المساعدة، هذا كل شيء، حان دورك الآن. بالتأكيد لن تهرب. ماذا فعلت يا جولي؟ مقزز. أنظر إلى أليكس. أين نحن؟ لا أعرف. مرحبا بكم في التحدي، مهمتكم هي الرسم بشكل أفضل والحصول على الجائزة. كم هو لطيف. لقد بدأ الوقت، ابدأوا. هذه الحربة لطيفة جدا، أريدها لنفسي. فكرة، لرسم دوائر متساوية سأستخدم نظاراتي. اتضح أنهم مثالي. يبقى فقط دوائر صغيرة وستكون مجرد نسخة. أحتاج إلى رسم الحرباء بالهلام. إنه صالح للأكل. ماذا تفعلي؟ ماذا؟ إنه لذيذ. رسمتي رائعة. ليس مثل رسمة أليكس. لا يمكنني الفوز هكذا. فكرة، سأخذ الجل منه. أين الجل خاصتي؟ الحرباء ليست حمراء، إنها خضراء. سأرسمها باللون الأحمر. يا رفاق، انتهى الوقت، دعونا ننجز المهمة. فيتا، أنت الأولى. فارغة. انظري إلي. يا لها من حرباء جميلة، عمل عظيم. شكرا. وخاصتي حمراء. ليس سيئا، ولكن لماذا هي حمراء؟ فشل. ليس عادلا. أصبحت حمراء والصورة حمراء. اتضح أنك فزت يا أليكس. الحرباء لي، هذا ليس عادلا. هذا لطيف. كانت يجب أن تكون لي. حان الوقت لتحدي جديد، انظروا، إنها طائرة رائعة فقط. نعم، مذهلة. أريد واحدة أيضا. من يرسمها أفضل يحصل عليها. بحاجة لرسمها مع معجون الأسنان. لا مشكلة، الآن سوف أريكم عملا فنيا. اتضح أنه رائع. الآن لون آخر. نعم، أكثر لتكون ألمع. أحتاج إلى مدها بإصبعي هكذا. ماذا سأختار؟ سأخذ الأسود أولاً، مثالي للظلال. والآن سأرسم الخطوط العريضة بعناية، تبدو مذهلة. الآن الأحمر، كلما كان أكثر كان أفضل. يبقى فقط مده بإصبعي. إذن سأبدأ باللون الأسود، لكنني سأرسم أفضل من الجميع. يبدو مذهل. والآن الأرجواني، سأقوم فقط بنقاط حتى أتمكن من مدها لاحقاً. يبدو جميل، ما رأيك؟ فيتا، ما المشكلة بأسنانك؟ مقرف. ماذا معهم؟ أين مرآتي؟ رهيب، ماذا علي أن أفعل؟ أنا بحاجة إلى تنظيف أسناني على وجهي بسرعة. سأخذ هذا وأضغط القليل على الفرشاة. كيف هذا ممكن؟ لا تعتني بأسنانك أبداً، ألا تخجلي؟ إنه الوقت يا رفاق، أعرض عملكم. بكل سرور. هذا ما فعلته. حشرة؟ لا يبدو الأمر كذلك على الإطلاق. وخاصتي جميلة، أليس كذلك؟
هذا الرسم لا يعمل أيضاً. وخاصتي أتحبيها؟ نعم جداً. حقاً؟ خذها. الطائرة لي، لنطير. كم هذا مذهل، لكن صعب إدارتها جداً. كن حذراً، شاهد أين تطير. لقد فقدت السيطرة. أوه، إنها على رأسي، أنا بحاجة لإزالتها. أوه شعري، أخذت شعري، ماذا يجب أن أفعل الآن؟ هذا يليق بك. هذا يبدو مثيراً للاهتمام. هذا لهذه اللعبة، أتحبها؟ جداً. هناك الكثير من الألعاب، مرحة جداً. هل نسيت شيئاً ما؟ بالضبط، لقد بدأ الوقت. ممتاز، هذه المرة سأكون الأولى. لدي سلاح سري، سأضع دائرة حول هذا الهاتف. لا أحد يجب أن يرى شيء. الآن نضيف بعض التفاصيل وستكون اللعبة مثالية. أنا يمكنني رسم أفضل لعبة، سأفوز بهذه الجولة بالتأكيد. لكن ليس مع هذه، سأحتاج إلى الإعادة. ماذا يحدث؟ لم أنجح مرة أخرى. حسناً، مرة أخرى. اسمع أليكس، توقف عن رمي رسومتك علي. ما هذا؟ أنا محترفة في ذلك، ليس لدي نظير. سأحصل على الجائزة. الآن لون آخر، مثالي، ممتاز فقط. واو، ماذا علينا أن نفعل؟ فكرة، لنأخذ نظارتها فقط، لا تستطيع الرؤية بدونهم. فكرة عظيمة، أمسك. أوبس، لقد تحطموا. خذي. لقد كسرتم نظارتي. بالضبط، يمكنني إصلاحها. لا أستطيع رؤية أي شيء بدونهم. هذا لن يكون سهلا، لكن أنا انتهيت. بحاجة للتحقق، لقد نجحت. حسناً، انتهى الوقت، أعرض الرسوم. أوه، بكل سرور. هذه خاصتي، أتحبيها؟ حسناً، ليس سيئاً. التالي، خاصتي هنا. ما هذا؟ سيء. محرج. ميلا، ما رأيك؟ مذهل. شكراً، تستحقينها. هاي، إنها لي. كم هذا رائع. وأنا أريد أيضاً. هناك ألعاب رائعة حقاً، من المستحيل التوقف. ماذا عن مشاركة أصدقائك؟ ارفعوا يديكم. إنه مسدس، إنه فقط نيرف. مخيف. لقد بدأ الوقت، ابدأوا. بخاخات. الآن سأرسم أفضل رسم. لا، هذا ليس جيد. فكرة، لنأخذ المقص ونفعل شيء يحسن هذا الرسم. إنها لي. أصبحت لي الآن. ماذا تفعلي؟ كل شيء يطير في وجهي. توقفي. على ماذا يجب أن نرسم الآن؟ لحظة، هناك جدار. سأخذ هذه العلب معي وسأرسم على الجدار. النصر لي، لا تحاولوا سباقي. تبدو مثالية، أحسنت صنعاً. أحتاج إلى إضافة الألوان، لنأخذ الأزرق والبرتقالي. كل شيء جاهز. طبعاً، مثل النيرف، مثالي. يبقى فقط الألوان، لا داعي للقلق، سأفوز بالتأكيد. لنلقي نظرة على النتيجة، مثالي. الآن أضيف اللون البرتقالي. بأي لون سأبدأ؟ فليكن الأزرق، أحبه أكثر. سيكون الرسم نسخة طبق الأصل، أخبرتكم. الآن البرتقالي، سأضيف بعض التفاصيل. رسمي مثالي. انتهى الوقت، هيا بنا. بكل سرور. ها هي رسمتي. ما رأيك؟ هذا لا ينجح أبداً. كيف ذلك؟ التالي. ها هي، متعدد الألوان، سيء. التالي. ما رأيك بخصتي؟ جميلة، أليس كذلك؟
نعم، هذا مدهش، خذي. تستحقينها؟ واو، رائع. كيف أشغلها؟ فقط ليس علينا، لا تطلق النار. أوه، كيف تعمل؟ أفهم. حسناً. أوه، ما كان ذلك؟ هل أطلقت النار؟ كيف حدث ذلك؟ أصبتني بالرصاص. هذا ممتع.